متى نوصل؟ يلا. وائل آسة جاهزين؟ يلا جاهزين. أنا بشوف تعبير وجه ليلى مشتطة. حياكم الله. الله يحييك. وايد متحمسة أشوف خواتي بالجو فوق الرياض، وأنا متأكدة إن الرحلة رح تكون وناسة. أحزمتكم مربوطة؟ مربوطة. سماعاتكم تمام؟ أي شيء تكلموا معي. أوكي. أوكي. يلا بسم الله جاهزين؟ يلا بسم الله. احنا ان شاء الله بندفع قرابة 3000 قدم. كم مدة الرحلة؟ اقل من ساعة باذن الله تعالى. وطلعت الطيارة وبدت المغامرة. الطيارة قاعد تطير وانا كل اللي ابي اشوفه وي ليلى وشهد. ايش رايكم في المنظر يا بنات؟ ليش تخافون؟ أنا وايد أخاف. لا الأمور طيبة إن شاء الله. أتوقع. شايف الجبال؟ هذه سلسلة جبال طويق. طلعنا فوق جبال الطويق اللي اسمها عنده معنى مميز بقلب كل مواطن سعودي. طبعاً جميل إنك تكتشف الرياض، تكتشف جبالها معالمها،